في جدل كده كل سنة ما بين محبي الصيف والشتاء وما بين مش عارفة ايه، يعني دايما كده هتلاقي في فريقين بيختلفوا في كل سنة في حاجات ثابتة ايوه كده، ومن ضمنها الهالوين. انا كنت بشوف على الفيسبوك برضو جدل بيحصل الهالوين، ناس تقول لك لا دي بدعه ودي حاجه مش كويسه ودي حاجه بتجيب الارواح الشريره وحاجات كده وطقوس ما اعرفش ايه، وناس تانية تقول لك لا احنا دي فرصه الاطفال بيلبسوا كوستيومز بالظبط. وبيلعبوا وبينبسطوا. نفسيا بقى ومن حد متخصص زي حضرتك، الموضوع ايه بالظبط؟ طيب، هو بداية الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. تمام. أي حاجة في العالم بتلاقي فيه فريق مؤيد وفريق معارض. احنا دايما بنقول او احنا اللي بنقرب دايما الرأي الوسط، دايما خير الامور الوسط. طبعا في اي مناسبة مثلا في العالم او اجتماعية، انا دايما بقول نخلي اطفالنا يكتشفوا كل حاجة في الدنيا. انا مش هقدر امنع اولادي، طبعا انت حضرتك عارفة كل اسرة ليها المنظومة الاخلاقية بتاعتها. انا ممكن منظومة اسرتي لا تقبل مثل هذه الاعياد او ما شابه او الحفلات التنكرية، ويجي مثلا مدخلها مثلا اولادي مدرسة انترناشونال، فلازم اليوم ده يحتفلوا. هل همنع اولادي مثلا او اغيبهم اليوم ده، ولا لازم يحتفلوا مع اصدقائهم؟ لا طبعا طبعا لازم لازم يحتفلوا مع يحتفلوا. اصدقائهم، لان طبعا لو ما راحوش واتكشفوا الصور هيزعلوا قوي يبقى ناقصهم حاجة. طبعا. فانا لا بفتحهم على العالم كله، بس باخد، انا دايما بقول ايه، ناخد اللي يليق بينا وبعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا، ونبتعد عن الاشياء اللي احنا زي ما بنقول ايه مريبه او غير مناسبه لينا. عشان كده انا دايما بقول مثلا ان احنا لازم نقرب ايه وجهات النظر. طيب بالنسبه للهالوين، لما جيت حتى عملت في البيدج بتاعتي فعلا بين مؤيد ومعارض، تحبوا اولادكم يحتفلوا بيه، فعلا كانت النص بالظبط 50% و50% لا. طب انا كنت عايزه اعرف لا ليه. احيانا الناس بترفض لانها ثقافه غربيه من غير ما ياخدوا بالهم او يعرفوا ايه الهدف. طب قالوا ايه الهالوين ده معناه ايه؟ انا قلت لهم هو عيد الهلع. قالوا طب واحنا اصلا ناقصين رعب؟ احنا بنشوف ناس بما يكفي عاملين لنا بالظبط هالوين طول السنه بالظبط فبنقابلهم في الحياه. ده حقيقي. فقلت لهم لا، هو مثلا هو عيد بيحصل مثلا في امريكا وبريطانيا وكده، وبعد كده كل مدارس الانترناشونال بيحتفلوا فيه يوم 31 اكتوبر. طب كلمتني واحده صديقه في احد الكومباوندز، فبتقول احنا عايزين انت بقى ايه، عشان برضو انا في تخصصي اتيكيت معاصر، نستقلنا اليوم ده هنمشي فيه ازاي، فنحكي زي ستوري صغيرة والناس تقتبس مننا بعض الخطوات اللي هي عايزة ممكن تمشي بيها. أول حاجة أي مناسبة لازم بعمل جروب للأمهات عشان نتناقش فيه. طب احنا جروب كده الماميز. احنا كده بنتكلم على اتيكيت تنظيم الحفلات الحفلات الهالوين. التنقل مش بصي، واحنا ممكن ما نقولش هالوين بس عشان ممكن الناس يعني ما ياخدوش مثلا بحساسيه، ممكن نقول الحفلات التنكريه عامه، لان خلي بالك يعني تقريبا كمان يومين او ثلاثه هيكون حفلات اعياد الطفوله، فبرضو كل المدارس هتحتفل بيه، برضو هيعملوا فيه حفلات تنكريه والاطفال هتلبس كل واحد مثلا حسب الشخصيه الكرتونيه اللي هو عايزها. فاوريدي احنا في الفتره دي كله هيحتفل بنفس الاحتفالات. طيب اول حاجه بنعمل جروب، هنا بقى بناخدها بالنقطه اجتماعيه او اتجاه اجتماعي، بنتناقش هنعمل الحفله ازاي، كل واحد بيقول رايه، بنبدا ان احنا نجمع الاطفال، وبعد كده قلنا مثلا نشوف مين حد بيعمل مثلا فاشون ديزاينر يكون مثلا ممكن نقول ظروفها الماديه مثلا على قدها شويه نقدر نساعدها ان هي اليوم ده تعمل لاولادنا اللبس ده، فبالتالي هي عملته في نفس الوقت ان احنا اديناها مثلا المبلغ معين فهتفرح بيه جدا. فبصي احنا بناخد الموضوع بسكه تانية خالص ازاي وبسكه ايجابيه ازاي. بعد كده احنا بنقول دايما ان مثلا يوم الهالوين الفزع ويلبسوا مثلا شخصيات رعب ومثلا وبيرسموا على وشهم رسومات مثلا زي جروح وندوب وحاجات سيئه، لا احنا نعملها بطريقه عكسيه، نختار اللبس اللي مثلا البرنسس الكينج سوبر مان مثلا، حاجات اللي الشخصيات الاسطوريه يعني شخصيات نقلد شخصيات مش نعمل حاجات مفزعه. ده طب ان كيس هم حضروا حفله بتاعت هالوين وفيها حاجات مفزعه زي ما حضرتك قلتي أيوه. كده ودماء وبتاع، ده ممكن ياثر عليهم في ايه؟ لانه ولادنا اكيد بيتحطوا في الحفلات دي او في الظروف دي. يعني بصي هو احنا هنتكلم عن اطفال الجيل ده، مع الاسف ده بقى بالنسبه لهم عادي جدا جدا، لان اصلا كل الالعاب اللي بيلعبوها دلوقتي مع الاسف كلها اصلا ضرب ورعب ودم، فبقى بالنسبه لهم المنظر ده لا يسيب اي استياء ليهم، لانه اوريدي وشايفينه ليل ونهار.